هم دول الذين من منظور إسلامي وده التعقل، ولكن لو نقول إن الإسلام كدين عموما لا يقف حاجزا أمام، وهذه فرضية، لا يقف حاجزا أمام الطموحات المدنية للشعوب الإسلامية في ميدان السياسة، وأن التعارض بين الدولة المدنية والإسلام ناتج بالأساس عن سوء فهم مزدوج من جهة للإسلام ومن جهة ثانية للمدنية. ومن أهم مبادئ الدولة المدنية التي لها أصول ولها يعني دعامات في النص الشرعي هو مبدأ التعاقب. ففكرة التعاقب بين الحاكم والمحكوم في الإسلام فكرة أصيلة، ونستطيع بسهولة استعادتها وتحليلها من الثقافة المحلية التاريخية والشروط الظرفية بقليل من التحليل، وهو ما سنحاول القيام به في هذه المسألة. فمن أهم مرجعيات التعاقب السياسي في الإسلام ونصوصه، المرجعية قائمة على مفهوم البيع الذي يعد من المفاهيم المؤسسة في الفكر السياسي القرآني. فالبيعة أصل العلاقة السياسية بين الرسول الإمام القائد السياسي والمسلمون المواطنون، وهي علاقة متأخرة النشأة مقارنة بالعلاقة الإيمانية التي كانت تنشأ بمجرد الدخول في الإسلام وإعلان الشهادتين. ومما يعدد هذا الرأي هو ممارستها أولا مع مسلم المدينة التي ستشهد بعد مدة قصيرة من ميلاد أول كيان سياسي إسلامي في العقبة الأولى والثانية. وهذا لا يعني عدم وجود علاقة سياسية للنبي صلى الله عليه وسلم بأتباعه قبل البيعة، ولكنها أصبحت أكثر ضروسا مع هذا المفهوم. والبيعة من الناحية اللغوية هي الصفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة، وفي الحديث أنه قال: ألا تبايعوني على الإسلام؟ هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. فالظاهر من الناحية اللغوية أن طبيعة العلاقة السياسية التي أنشأها الوحي وجسدها الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام في علاقته بالمواطنين المسلمين هي طبيعة تعاقدية يمنح فيها كل طرف الآخر ما عنده بتعبير ابن منظور. لكن هل حافظ مفهوم البيعة، وهذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه، هل حافظ مفهوم البيعة من الناحية الاصطلاحية وفي السياق الإسلامي أو في السياق التداولي القرآني على مدلوله التعاقدي وأضاف إليه، أم ألغاه لصالح علاقة أخرى خضوعية أضعفت معنى التعاقد في مفهوم البيعة على مستوى العلاقة السياسية بين النبي والمؤمنين؟ ثم هل لوقائع البيعة التي كانت عرف التاريخ الإسلامي ونصوصها دلالة شرعية تتجاوز زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا أم لا؟ بالمناسبة أفتح قوس بأنه ديمقراطية اليوم في جوهرها قائمة على التعاقد بين الحاكم والمحكوم. فبين يدي هذه الإشكالية الفكرية والسياسية نطرح جملة من الأسئلة التاريخية التي من شأن الجواب عنها مساعدتنا على بلوغ المراد. فمتى نشأت هذه العلاقة أولا؟ وما هي أسباب نزولها؟ وما هو محتوى التعاقد الذي تضمنته؟ وكيف تلقاه العقل الإسلامي وتفاعل معه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده؟ لقد وردت البيعة في القرآن الكريم في ثلاث مناسبات مدنية، لاحظوا في المناسبات المدنية وليس المكية، الأولى والثانية في سورة الفتح، والثالثة في سورة الممتحة. والنصوص لا داعي لأسرد عليكم النصوص، فهي والحمد لله كلكم أو أغلبكم على الأقل يحفظوها. وجميع هذه المناسبات والأسباب النزول تشير إلى التعاقد والتعهد الذي تم في الحديبية في السنة السادسة من الهجرة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، بعدما بلغه خبر الكاذب يفيد مقتل سفيره إلى قريش عثمان بن عفان الذي كان قد أرسله النبي إلى قومه لطمأنتهم وإخبارهم أنه جاء صلى الله عليه وسلم للزيارة والاعتمار فقط وليس للقتال. وقد عاقب الصحابة رسول الله في هذه البيعة على الموت، وفي رواية على الصبر، وفي رواية أخرى على عدم الفرار مقابل الجنة. السؤال الذي يطرح نفسه ويجب أن نتأمله هو: لماذا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى عقد البيعة والتبايع ونوع من المشاركة مع صحابته وهم المؤمنين به؟ هذا سؤال. وكان عددهم على أية حال حوالي 1500 رجل في القوم و 1400 باختلاف الروايات. ومن تفسيرات هذه الآية أختار لكم واحدا منها: إن الذين يبايعون، وهذا في عند الطبري، إن
يعني لا يفر، لاحظ شرطهم انما يبايعون في ذات الله، ليس حتى المراد بذلك، بل المراد به القيام بعباده الله، وقيل المراد بذلك انهم باعوا الله انفسهم بالجنه. دائما هذه العمليه التبادليه في البيعه او هذا المحتوى والمضمون التعاقدي حاضر حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اما في السيره فتلد البيعه في مناسبتين متقدمتين تاريخيا عن بيعه الرضوان التي شهدتها الحديبيه. الاولى اثناء وفود طائفه من اهل يثرب في موسم الحج الى مكه ولقائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعته له، وتعرف هذه البيعه بيعه العقبه الاولى. ويقول عقبه بن الصامت احد اعضاء هذا الوفد، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعه النساء لانه ما كان فيها قتال، وذلك قبل ان يفرض علينا او تفترض علينا الحرب على ان لا نشرك بالله ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل ولا نقتل اولادنا ولا ناتي بمهتان نفتريه من بين ايدينا واجلنا ولا نعصيه الى اخره. اما المناسبه الثانيه فكانت عند وفود حوالي 70 رجلا من الانصار في الموسم الى مكه، واجتمعوا رسول الله في العقبه مره ثانيه، فقال لهم عليه السلام: تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والحسن والنفقه في العسر واليسر وعلى الامر المعروف الى اخره، فتمنعوني اذا قدمت عليكم في المدينه مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم الى اخره. هذه السياقات سواء ما تعلق بالورود في القران او في السنه، فهذه السياقات المختلفه التي تتضح من خلال اطوار السنه وكذلك اسباب النزول هي شكل اول للعلاقه السياسيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وجماعه المؤمنين. وكان القصد منها التشريع للامه وليس القصد منها علاقه ضيقه بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لانه في الواقع مقام النبوه التي كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويختلف من النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤدي على هذا النوع من العلاقه التعاقديه وهذا المشارك. قلت فهذه العلاقه هي اساس العلاقه السياسيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وجماعه المؤمنين، التي اخذت في التحول الى جماعه سياسيه بعد ان ارتفع او ازداد عددها. فقبل هذه العلاقه وهذا الطور لم يكن المؤمنون بحاجه الى مبايعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالاعتراف به كونه رسول من عند الله كاف للتاثر ايمانيا بدعوته، فهو الملقي وهو المتلقي، ولا تلزمه العقيده الجديده ببرنامج سياسي يعالج علاقتهم الداخليه او الخارجيه. والقران المكي الذي يخلو من هذه المعاني اكبر شاهد على هذا، ويعتبر معنى التعاقب اساس هذه العلاقه السياسيه الجديده والمبتكره التي دل عليها لفظ البيعه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر الناس وعيا بهذا المعنى. فعندما تصاعد منظور الحرب بين المسلمين وقريش وبين بدر اصبحت مواجهه وشيقه، التفت الرسول صلى الله عليه وسلم الى الانصار طالبا رايهم مستحضرا نص البيع الذي جمعته بهم في العقبه. فهم حين بايعوه اول الامر قالوا له: انا براء من دمائك حتى تصل الى ديارنا، فاذا وصلت الينا فانت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه ابناءنا ونساءنا. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ان تجعل الانصار من هذا الكلام ذريعه لعدم نصرته والخروج معه لملاقاه قريش في بطن، وذلك لكون البيعة أو العقد تشترط على الأنصار نصرته صلى الله عليه وسلم على من ذهبه في المدينة وليس بالخروج خارج المدينة، ولهذا عمد إلى مشاورته وجدد البيعة مرة ثانية وجدد التعاقد. من الأمثلة الأخرى كذلك على هذا المضمون التعاقدي للبيعة على النبي ما قام به وفد ثقيف حين عزم على الإسلام في السنة العاشرة، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاوضوه مفاوضة شاقة وصعبة قبل أن يبايعوه، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية اللات 3 سنوات. لاحظوا أنهم قبلوا أن يسلموا وأن يدخلوا في الإسلام، ولكن بدأوا يشترطوا على النبي: ما رأيك أن تترك لنا أن نعبد اللات لمدة 3 سنوات؟ فسنة، فبعد ذلك طلبوا شهر، فأبى صلى الله عليه وسلم، وسأله أيضا أن لا يهدموا طاغيتهم بأيديهم، فأجابه إلى ذلك. أيضا سألوه كذلك أن يعفيهم من الصلاة، فرفض، وقال: وأما الصلاة فإنه لا خير في دين الله صلاة به. واستمرت هذه المفاوضة
بين الثقيف ومحمد صلى الله عليه وسلم مدة من الوقت قبل أن يبايعوا ويعلنوا الإسلام ويكتبوا كتابا ضمنوه بنود هذا الاتفاق، بمعنى أن التعاقد أساس جوهري في العلاقة السياسية بين الحاكم والمحكوم، حتى أن كما يبدو من خلال هذه الأمثلة كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من المؤمنين وهو النبي. فالبيعة هي مؤشر بين مجموعين، من بين مجموع مؤشرات على انتقال الإيمان من مجرد قضية قلبية وتصرفات تعبدية تربط نفس المؤمن إلى قضية سياسية تاريخية ترتب عنها التزامات تجاه جماعة المؤمنين وتراعي مصالح الدعوة والمجتمع الجديد. وقد ظهر هذا الانتقال بشكل كثيف وقوي في المدينة، حيث نواة الدولة فالقرآن المكي لم يخاطب المؤمنين بشكل صريح، ومعظم نداءاته كانت بلفظ يا أيها الناس، كما أنه لم يفرض عليه فرائض وحدود، خلافا للقرآن المدني الذي تغلب على نداءته عبارات يا أيها المؤمنون. وقال بعض المتقدمين في هذا المعنى مشيرا إلى طريق القياس العقلي التمييز المكي على المدني، وكل صورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية، بمعنى أن العلاقة السياسية أصبحت ضرورية في الوقت الذي أصبح للإسلام مضمون شريعي ومضمون يتعلق بتدبير العلاقات الاجتماعية والعلاقات السياسية وغير ذلك من الأشياء. من ناحية أخرى تعكس بعض تفاصيل المفاوضات بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأنصار التي وصلتنا، وخاصة في بيعة العقبة الثانية، المرتبة السياسية للبيعة. كان الأنصار يدركون المضاعفات السياسية لهذا التعاقد مع الرسول، فمن جهة سيؤدي إلى توتر علاقاتهم مع مواليهم من اليهود في المدينة، وكانوا يدركون هذا الأمر، وهو ما عبر عنه اعتراض أبو الهيثم من الأنصار أثناء المفاوضات بقوله: إنا بيننا وبين الرجال أقصد اليهود حبالا وإن قاطعوها يعني اليهود، فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك الرغم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني نوع من حضور الوعي السياسي لدى الأنصار، وهم سيفوضون النبي صلى الله عليه وسلم: كيف إذا انتصرت ستتركون مع الناس في مشكلة وتعود إلى أهلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا إياه: بل الدم دموز أكمل هذا، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسلم من سلمتم. تعاقد سياسي وتحالف سياسي بالدرجة الأولى وامتياز. كما أن قريش كانت هي الأخرى تدرك جيدا الأبعاد السياسية لمبايعة الأوس والخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم وتأثيرها البالغ على العلاقات السياسية بين المدينة ومكة، فبعدما انتهى إليها خبر هذا الاتفاق جاءتهم قريش صباحا فقالوا له: يا معشر الخزرج، إنهم قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أرهرنا وتبايعونه على حربنا، وإن والله ما من حي من العرب أفضل إلينا أن تنشر الحرب بيننا وبينكم منكم. بمعنى أن الإرادة والرغبة في تفكيك هذا التحالف السياسي وهم مصدقون، يعني الأمر الذي لا يجب مع الدليل هو أن الأنصار مصدقون للنبي صلى الله عليه وسلم، هم مؤمنون به، ولكن هذا لم يمنعهم من التحالف معه والحديث معه في تفاصيل. صدق القول إن البيعة بسيادها المختلفة في العقبة الأولى والثانية وفي الحديبية وغير ذلك، وبعد فتح مكة كشفت عن وظيفة أخرى من وظائف الرسول وهي وظيفة الإمامة السياسية، وتجلى ذلك بوضوح في تغيير شروطها واختلافها في اتساق مع الظروف والمياسات التاريخية المحيطة. فالبيعة الأولى اقتصرت تكاليفها على الوحدانية وتطبيق الشريعة، بينما الثانية غلبت عليها الهواجس الأمنية إذ كانت قبيل الهجرة النبوية إلى يثرب، فقد ألزمت الأنصار في النصرة والنفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيعة الرضوان فألزمت الرجال بالقتال والصمود، بالقتال والصمود، والنساء بالعفاف وعدم السرقة. أما بعد فتح مكة فقد استقرت صيغة البيعة على ثلاث شروط: الإسلام والجهاد والخير، والخير كل ما يتعلق بالسياسات العمومية التي الأصل فيها القيام بالمعروف وإنشاء المعروف وإشاعته بين الناس. فالبيعة في السياق القرآني تدرك تاريخيا للرسول بآلية منهجية وإجراءية تشكلت عبرها الجماعة السياسية الإسلامية ككيان سياسي، واستمد منها الرسول صلى الله عليه وسلم شرعيته السياسية. ومن أهم ما تتميز بها هذه الأداة مقارنة بغيرها هو استنادها إلى مبدأ التعاقد الذي يجعل الطرفين على أحرار في القبول والرفض مبدئيا، ثم يتيح لهم إمكانية التعاقد.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجبرا وهو النبي على بناء علاقته باتباعه واصحابه على هذا النحو وبهذه الطريقه. وهم الذين صدقوه وامنوا برسالته، ولكنهم خلال الاختيار صلى الله عليه وسلم كان يضع قاعده ذهبيه للشرع السياسي في المجال الاسلامي. فالحاكم او الامام في التصور القراني الجنوي لا يستبد شرعيته من روابط النسب والقبيله والسطوه وقانون القهر والغلبه، ولكن مصدر شرعيته تعاقد حر وارادي بينه وبين جماعه المسلمين يلتزمون بموجبه بالسمع والطاعه وتنفيذ بنود العقد، وهو الاخر يلتزم لهم بما الزموه. وفي هذا المقام لا بد من الانتباه الى الفرق بين الرسول وغيره، فلم يكن ممكنا ولا لائقا بلسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل وسام مستقل على الوحي وعليه يلزم. اما على غير النبي فالامر مختلف تماما، والواجب يقتضي المبايعه الحقيقيه وليست الشرعيه. على اية حال هناك مبدا اخر لا يقل اهميه وهو مبدا المواطنه، ويمكن ان نؤصله وان نجد له اساسا في اشكاليه المنافقين، وهذا ربما يحتاج منا الى موضوع اخر. على اية حال وفي خطابه العرض وفي تصميمه موجود، ولكن اختصارا للوقت وافساحا لافساح المجال النقاش ممكن ان نختصر الكلام. وأقول في خاتمة هذا الموضوع وهي على أية حال خاتمة عامة، إن إشكالية مدنية الدولة في الإطار العربي الإسلامي هي إشكالية مصطنعة، بمعنى في إطار التناقض بين الدين والمدني، ففارسها وسببها التأويل الخاطئ. فالتعارض الذي يقيمه البعض بين الدولة المدنية من جهة والإسلام من جهة ثانية هو الحقيقة تعارض بين فهم تاريخي متأثر بحيثية وملامسة الدولة السلطانية من ناحية، والمعاصرة كواقع من ناحية ثانية، وليس تعارض بين نص الإسلام والعصر. قد حاولنا من خلال هذه القراءة تقديم مثال فقط واحد فيما يتعلق بالتعاقد انطلاقا من نصوص المرجعية للإسلام، وهذا المبدأ مبدأ التعاقد هو أصل أساس وجوهري في الديمقراطية والتدور على السلطة وبناء العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ومن ثم في الحجاب الذي يمنع من رؤية مدنية الدولة الإسلامية، حجاب التأويل أولا الذي كان في الماضي اجتهادا نال أصحابه أجرين، أجر الدنيا من جهة وأجر الآخر، لكنه اليوم وفي أحسن الأحوال وإذا استمر اجتهاد له أجر واحد فقط، والأجر الواحد هو أجر الآخر أما أجر الدنيا فيكاد يكون منعدم نظرا لانه موقف بعيد عن العصر الولاية.